هكذا يواصل المنتخب المرابطون صحوته بتحقيق انتصار تاريخي على المنتخب الكندي، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي بالتعادل السلبي. هذا التعادل أعطى جرعة من المعنويات لعناصرنا الوطنية، والتي ضمت هذه المرة عناصر محترفة من عدة دوريات أوروبية من أمثال أدم با المحترف في نادي باستيا والذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وكذلك مهاجم الأهلي المصري دومينيك دي سيلفا وقلب الدفاع وصمام الأمان عمر نجاي والذي قاد منتخبنا الوطني في مباراة الثلاثاء التاريخية. المباراة كانت مليئة بالتحدي والإثارة، والرهان كان كبيرا على منتخبنا الوطني، وخصوصا بعد التصريحات المستفزة التي أطلقها المدرب الكندي بينيتو حين برر التعادل السلبي في المباراة الأولى بإشراكه للاعبين الشباب، ووعد بأن المباراة العودة ستكون مختلفة. فعلا كانت مختلفة أداء ونتيجة لمنتخب المرابطون. إطلالة الناخب الفرنسي كانت بتشكيلة مزجت بين المحليين والمحترفين. صانع الفرحة ومروض أسود الترينجا بسام شارك منذ البداية، وقد شكل ثنائيا متميزا مع دمبا. عميد المحترفين بلال سيدي بي كان على مقاعد الاحتياط، وهي رسالة من نيفي لأهمية بث روح الشبابية جديدة في المنتخب. هدف المباراة الوحيد جاء نتيجة عمل جماعي وتمريرة حاسمة من لاعب الوسط عبد الله جاي في ظهر الدفاع الكندي، ليجد مهاجم المنتخب الوطني أدم با نفسه أمام الحارس ويسجل هدفه الأول بالألوان الوطنية. ويشكل هذا الانتصار قطيعة لمنتخب المرابطون مع النتائج السلبية، ويطلق له العنان للعالمية والالتحاق بالركب الرياضي الإقليمي والدولي. السامر والمحمد الراضي، قناة شنقيط الفضائية.